في الوقت الذي بشرت فيه السلطات الفنزويلية مشاورات بغرض إطلاق عملية حوار وطني شامل ابتداء من يوم الأربعاء لتجاوز التوتر السائد منذ أسابيع في البلاد والذي خلف 13 قتيلا حتى الآن، طلاب موالون للمعارضة يسدون الطرقات بالحواجز ويضرمون النيران في بعضها في العاصمة كاراكاس. الموالون للسلطة الاشتراكية نظموا بدورهم مسيرات للتعبير عن مساندتهم لرئيس نيكولاس مادورو والنهج السياسي تشافيزي. رئيس مادورو قال ردا على منتقديه والمحتجين: ما يجري ليس مؤامرة، لا، ليست احتجاجات. فنزويلا تواجه انقلابا فاشيا على السلطة وهجمة إمبريالية متواصلة تريد القضاء على الثورة والديمقراطية. الاحتجاجات التي أطلقتها قبل بضعة أسابيع الجماعات المتطرفة في صفوف المعارضة تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية ووضع حد لما يعتبرونه انفلاتا أمنيا في البلاد.